السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في عدد جديد من برنامج لقاءات الذي يأتيكم على قناة الأنيسي الفضائية، أين نسعد دائما ونتشرف باستضافة زوار المعرض الدولي للجزائر للكتاب في طبعته 27 التي كانت هذه السنة تحت شعار نقرأ لننتصر. نسعد كما قلت ونتشرف باستضافة الكاتبة والمؤلفة هاجر حجاجي معنا اليوم، مرحبا بك. أهلا، مرحبا بك، أسعد الله مساء الجميع. السلام عليك وعلى كل قناة الأنيس، شكرا للاستضافة مع برنامج لقاءات وعلى هذه المبادرة الطيبة التي تعرف أيضا بالكاتب مع القراء. هاجر، في مشاركتك في هذا المعرض ما هي خصوصية هذه السنة؟ هو دائما نشوف في كل معرض فيه إيجابيات وفيه سلبيات، لكن هذا المعرض ما شاء الله فيه إقبال لفئة شباب، وهذا أمر إيجابي بشر بالخير أنه نسبة القراءة ارتفعت في الجزائر، لأنه كنا نعاني من أزمة قراءة. الحمد لله فيه إقبال، مع أنه توافق هذا السنة مع الفروض والاختبارات للتلاميذ، إلا أنه الحمد لله فيه إقبال جميل وهذا شيء بشر بالخير. جميل، اختيار شعار نقرأ لننتصر شعار قوي جدا وجميل، لأن القراءة مشروع حياة، لأن القراءة هي نواة المجتمع. بالقراءة ننتصر فعلا، بالأفكار الجديدة، بتبادل المعارف والثقافات ننتصر ونرتقي. هاجر، لو نربط شعار نقرأ لننتصر بما يحدث الآن في مختلف دولنا العربية والإسلامية، خاصة في غزة، فلسطين، في سوريا، في اليمن، وهم يئنون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، كيف يمكن أن نربط هذا بذاك؟ القراءة انتصار، ومحاولة كل كتاب أن يدون حول ما يحدث في غزة وكل البلدان المسلمة لتعاني من وطأة الاستعمار شيء يساهم في نشر القضية، خاصة القضية الفلسطينية. نحن ككتاب من واجبنا أن كل كاتب ينشر على القضية الفلسطينية، سواء في كتاباته أو في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تلعب دور، خاصة اللي عندهم عدد من المتابعين. يعني نشر فقط يساهم في تعريف بالقضية الفلسطينية. نحن ككتاب حاضرين في صالون الكتاب الدولي، لكن قلوبنا تنزف جراء ما يحدث. بالقراءة ننتصر شعار أكثر من رائع، لأنه يمثل أيضا فلسطين، فلسطين اللي راح تنتصر بإذن الله بالكفاح وإحنا ككتاب من واجبنا أن نعرفه بالقضية، خاصة في المحافل الدولية. هاجر، لو نعود قليلا إلى هاجر المؤلفة وهاجر الكاتبة، متى اكتشفت في نفسك شغف الكتابة وحب القلم، وعرفت أنه حقيقة الكتابة هي وسيلتك لترك بصمة في الحياة؟ نعم، اكتشفت موهبة الكتابة منذ زمن بعيد، إلى أن الموهبة تسقل بالممارسة، والممارسة هي القراءة أيضا، لأنه لا يوجد كاتب لا يقرأ. اخترت القراءة لسنوات وما زلت أقرأ، أحيانا أزور المعرض ككاتبة وأحيانا أخرى في أيام أخرى أزوره كقارئة، لأنه القارئ الكاتب الذي لا يقرأ من المستحيل أنه يقدر يكتب. اخترت وسيلة القلم نظرا لوقع الكلمة والحرف على نفس القارئ. الكلمة تقدر تغير إما للأحسن وإما للأسوأ. اخترت الرسالة الإيجابية في كتاباتي لتكون صدقة جارية إن شاء الله، من أجل التغيير للأحسن، من أجل الكتابة تخلد صاحبها حتى بعد الممات، يعني يبقى المؤلف تاعك والعمل تاعك. لهذا اخترت القلم واخترت الكتابة، لعل وعسى يكون وقع كلمتي في النفوس. جميل 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 جدا. ماذا تقرأ عادة هاجر؟ أقرأ كل الكتب التي فيها فائدة طبعا، ودائما هذه نصيحتي نوجهها للمتابعين ونوجهها لجمهور قناة الأنيس، أنه الإنسان دائما يختار الكتاب الذي ينفع في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحسنت، صحيح فعلا. طيب، بالعودة إلى أول مؤلفاتك هاجر حجاجي، كتاب من مدرسة الحياة، هو يجدر التنويه أنه هو يعتبر الطبعة الثانية. هاجر، حدثينا قليلا عن هذا الكتاب، متى راودتك الفكرة؟ متى اكتسبت الشجاعة لخوض غمار الكتابة؟ ومتى قررت خلاص انتهيت من هذا الكتاب وأنا له أن يرى النور؟ أواخر سنة 2018 قررت أن ننشر أول كتاب، اللي هو من مدرسة الحياة، هو عبارة عن نصوص إيجابية تعلمنا كيفاش نواجه صعوبات الحياة، الألم، المخاوف اللي تنتابنا في الحياة. أكيد جاز على مختصين لما تيقنت أنه لأنه ليس كل ما يكتب ينشر،
احيانا انك تقول لكن هذيك الكتابه لا ترقى ان نقدمها للقارئ، لانه الكتابه مسؤوليه ايضا، مثل ما هي شيء يعرفك يعرفك في المجتمع، الى انه هي مسؤوليه ايضا، لانه كل حرف احنا مسؤولين امام الله وامام القارئ. لما لقيت انه الكتاب يستحق النشر من قبل المختصين إلى آخره، قررت أنه نشارك به سنة 2019 في أول معرض لي، شاركت هذه السنة والحمد لله كان فيه رواج، كان فيه إقبال خاصة من فئة الشباب، وهي الفئة اللي نستهدفها كثيرا في كتاباتي، فئة المراهقين والمراهقات، لأنه يحتاجوا إلى يد تساعدهم، واليد اللي احنا نقدر نساعدهم بها ككتاب هي الكتابة. صحيح صحيح. المتأمل في الكتاب وفي عناوين الكتاب يرى كن سبباً في إسعاد نفسك، انظر للحياة بتفاؤل، قل وداعاً للخوف، لا تكن عدو نفسك، في دعوة إلى التفاؤل مثل ما تفضلت، في دعوة للأمل، دعوة صريحة وواضحة. ما سر هذه القوة وهذه الدعوة الواضحة والصريحة للحب والتفاؤل؟ دائماً نذكر في مقدمة مؤلفاتي أنه أنا لست بشخص مثالي أدعي الأمل وأدعي الإيجابية، لكن دائماً نقول قدوتنا في الحياة ورسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. الرسول في كل المعارك اللي خاضها واتهموه بالجنون وأنه ساحر وأنه كاذب، إلى أنه قعد ينشر في الدعوة نتاعه، قعد مآمن بالرسالة نتاعه. كذلك رسالتي الإيجابية، دايماً أمن باللي عندنا جانب إيجابي في الحياة، مثل ما الرسول عليه الصلاة والسلام دافع على الرسالة نتاعه وقعد مصر أنه يبلغ الرسالة، كذلك الأمل موجود دائماً في الحياة، لازم دايماً نبتسمه مادام احنا نتعامل مع رب كريم، رب لطيف، رب رحيم، أكيد ستبتسم لنا الحياة في آخر المطاف. أجمل به من كلام وأجمل به من دعوة مشرقة. بارك الله فيك هاجر. عنوان كتابك الثاني بداية من العنوان ملفت للانتباه، حياتك مع الله أجمل. نعم. ما سر هذا الكتاب؟ لماذا كتبت هاجر هذا الكتاب؟ وكيف اخترت له هذا العنوان حياتك مع الله أجمل؟ لأنه احنا نبحثوا في الكتاب الأول، نبحثوا على سبل السعادة، سبل تحقيق الأمل، سبل النجاح، الابتعاد عن الخوف، لكن هذو كلهم وش يتحققوا بالاقتراب من الله، لأنه لو ابتعدنا على الله لما ذقنا السعادة، لما تذوقنا طعم الحياة. والكتاب حياتك مع الله أجمل هو عكس كتاب من مدرسة الحياة. من مدرسة الحياة الرسالة نتاعه أنه يخليك تتعاملي مع الخلق، مع البشر. حياتك مع الله أجمل يعلمك تعيش الانكسار، تذلل مع الله، والتذلل مع الله يعطيك قوة لتتعاملي مع أنك تتعاملي مع الخالق بتذلل وبانكسار والعبودية تكون ما شاء الله، أكيد رح يعطيك قوة ورح يعطيك طاقة إيجابية باش تتعاملي مع مشاكل الحياة. هاجر، أبدأ من حيث ختمتي، من ذل والانكسار لله سبحانه وتعالى وأجمل به وأعظم به من ذل وانكسار، إلى دروس قوة في التعامل مع الحياة، لنصل في الأخير إلى نشوة انتصار. عن أي نشوة تتحدث هاجر هنا، وعن أي انتصار تقصدين يا هاجر؟ الانتصار عند العامة يربطوه الكثير بالجانب المادي، تحقيق الإنجازات، تحقيق الوصول إلى بلوغ مناصب عليا إلى آخره، إلى أن الانتصار في معناه الحقيقي في الحياة أن الإنسان يبذل ولو خطوة واحدة نحو أهدافه. مثلا أنت تنامي وأنت في هم وغم ونكد، صباحا ترتدي لباس الأمل، تتفكري نعم الله، هذا في حد ذاته انتصار على الألم نتاعك، انتصار على الهزيمة، انتصار على الانكسار اللي كنت عايشته. نشوة انتصار هو مختلف تماما عن الكتب الأخرى، إلى أن الرسالة تبقى واحدة، هي نشر الإيجابية والأمل. نشوة انتصار مجموعة قصصية تحاكي الواقع، لأن المؤلف أو الكاتب هو ابن بيئته، دائما يكتب لا يكتب لنفسه فقط، وإنما يكتب للمجتمع. يتكلم على عدة مواضيع، منها فيه موضوع على غزة، بما أنه الشعب الفلسطيني ربي ينصرهم إن شاء الله معروفين بالكفاح والطموح والتحديات. نشوة انتصار على عدة مواضيع من الواقع، للإنسان يكون في هزيمة ويخرج بعزيمة، الإنسان يكون عايش في كنف الألم بعدها يروح لضوء الأمل، هذه كلها انتصارات في الحياة. أحسنتي هاجر، بارك الله فيك وإياك. إلى أجاويد الطمأنينة، أنا شخصياً لفت انتباهي جداً جمالية اللغة هنا، أجاويد الطمأنينة.
يا من غدوت متألما مهلا ما زال في الحياة ما يسعدك. أسعدنا الله وإياك يا هاجر. حكينا شوية على تفاصيل أجاويد الطمأنينة. أجاويد الطمأنينة كتاب خاص جدا بالنسبة لي، لأنه وش ذكرنا كامل في الكتب السابقة يتلخص في أجاويد الطمأنينة، لأنه إحنا لو بحثنا عن سبل السعادة والسكينة والطمأنينة أكيد بالاقتراب من الله. أجاويد الطمأنينة يحمل نصوص دعوية بطريقة مبسطة من أجل أن تصل إلى قلب القارئ، تدعوه إلى السلام، تدعوه إلى السكينة، إلى السلام الداخلي والذاتي، إلى التصالح مع النفس، إلى الاقتراب من الله، إلى الابتعاد عن الملذات شهوات إلى آخره، هكذا من أجل تحقيق الطمأنينة. وإذا تحقق غاية الطمأنينة في الحياة الإنسان راح يعيش في سلام كبير. فعلا فعلا، ما بين الطمأنينة والانتصار والحياة مع الله والدروس من الحياة، من يلهم هاجر حجاجي؟ الحياة، حياة بكل تفاصيلها بكل معاني، بكل تفاصيلها، لأنه الكاتب ابتلي الكاتب بدقة التفاصيل، بالنظر إلى التفاصيل الصغيرة، أحياناً يكون شيء سلبي أن ندق في التفاصيل، إلى أن الكاتب ابتلاء الوحيد في الحياة أن يدق في التفاصيل، هذه التفاصيل هي التي تلهمنا من أجل الكتابة. حقيقة الكتاب يرون ما لا يرى باقي البشر. إحساس كبير وتدقيق كبير، وهذا شيء جميل أنه تكتبي من الحياة، لأنه أنا نستخدم أكيد الخيال، لكن الواقعية أجمل. خاصة للفئة المستهدفة اللي الكاتب يكون يستهدفها. لو أردت هاجر أن تهدي كل هذه الكتب اللي تتسم إن شاء الله بجمال لغوي وجمال فكري، شكرا جزيلا، لو أردت أن تهديها لشخص ما في هذه الحياة، من تراه يكون؟ شخص من العامة، إلى كل إنسان يعاني من الهم والغم، إلى كل إنسان يبكي في صمت، إلى كل إنسان يخفي وراء ابتسامته جروح وندوب كثيرة، أهدي هذه الأعمال. الله ما شاء الله، جميل جدا. ترى من هو قدوة هاجر حجاجي في الحياة؟ في الحياة، في مجال التأليف، في مجال الكتابة. في الحقيقة في الحياة عامة والدي حفظه الله، لأنه الحمد لله كان هي في الحياة عامة أكيد الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا كمسلمين. أنا أتكلم في الحياة الدنيا الوالد نتاعي، لأنه في نظري هو بطلي، هو والوالدة ساعدوني كثيرا من أجل بلوغ هذه المناصب. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، بطبيعة الحال الوالدين هما الشخصين اللي نقتدي بهم دايما، وأول شخص يقرأ لي دايما الوالدين. يعني قبل ما نخرج قراءة ننشر كتاباتي للمجتمع، والدي هما اللي دايما كانوا معايا، ومنذ طفولتي ساهموا كثيرا، يعني الفضل يعود ليهم، لله وليهم ما شاء الله. أعطينا انطباعات الوالدين الكريمين وهما يتلوان ما جدت به قريحة ابنتهم. الحمد لله انطباع جميل، وهذا الشيء هو اللي راهو يحفز بيا، وهذه نصيحة لكامل الناس والأباء اللي يتابع فينا، أن الوالدين دايما يكونوا يقدموا الدعم المعنوي ولما المادي لأولادهم، خاصة لما يكون الهدف نظيف ويخدم المجتمع. دايما ما تخلوا لهمش العوائق في الحياة، لأن الحياة مليئة بالأشواك، وطريق النجاح ليس ملفوف وليس محفوف بالورود. لهذا لابد أنه الإنسان، لأن العائلة هي جيش العائلة، دعم العائلة هو انتصار في حد ذاته. لهذا نصيحة لكل الأولياء أن يدعموا أطفالهم، وهذا يعني نتكلم فيها بصفتي كاتبة وبصفتي نتعامل كثيرا مع فئة الأطفال. دايما نقول لهم أن هذه النصيحة رفقوا أطفالكم في كل خطواتهم، لأن الطفل اللي رفقوا الوالدين رح يخرج يخلي بصمة في الحياة حقيقة، أنه يترك أثر على نفسيته وعلى النفسية تاعه، تكون سليمة جدا. صحيح صحيح، السلامة النفسية التي تنجب في الأخير الكثير من الإبداعات، ولعل من بينها ما أبدعته هاجر حجاجي التي كانت ضيفة لقائنا هذا العدد. هاجر حجاجي، أترك لك كلمة الختامية، تفضل. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أقول، وما توفيقنا إلا بالله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فكل الشكر لقناة الأنيس اللي استضافتني في هذا البرنامج المميز مع المتألقة خولة عمامرة في برنامج لقاءات، مبادرة جد طيبة تدعم الكتاب وتحفز أيضا على القراءة. شكرا لكل من ساعدني ولكل من سندني من قريب أو من بعيد، شكرا للناس اللي تابعني في مواقع التواصل الاجتماعي. السعادة لقلوبكم جميعا إن شاء الله، والسعادة لقلبك طيب يا هاجر إن شاء الله يا رب.
أعزائنا المشاهدين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الرحلة في كوكب الصالون الدولي للكتاب الجزائر. إلى أن نلقاكم مع ضيوف آخرين، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.